ليس اليتيم من فقد أهلا أو وطنا، إنما اليتيم من فقد أملا وإصرارا، إصرار على الحياة، نور الأمل، إرادة الحياة، إرادة التفاؤل وروح العمل. راهن الكثير على تفكيكنا وتشتيتنا، لكن بإرادتنا تعاملنا مع الزمن وتغلبنا عليه، وهكذا ستتعاملون مع الزمن وتتغلبون عليه، وهكذا سنتعامل جميعا مع الزمن ونتغلب عليه. الكثير راهن وحاول على تفكيكنا وتشتيتنا وخسارتنا لإنسانيتنا، وبذلك خسارتنا لأنفسنا، وإن خسرنا إنسانيتنا فيا لها من خسارة. مجتمعنا واحد بتعاضده، بتفاؤله، بحكمته، بدعمه لنفسه ودعمه لغيره، لكن إن لم نتعاضد ممكن أن نخسر إنسانيتنا. كان هناك الكثير يحدث، وكلمة أيتام تعتبر حساسة لكنها في نفس الوقت واقع حال. نعاملهم من الممكن كقادة للمستقبل، يقودوننا أيتام من بغداد
وهناك أيتام في أماكن أخرى في عراقنا الحبيب وفي كل أنحاء العالم. لكن ماذا يمكن أن نقدم عندما يتوحد مجتمعنا بمفهوم التعاضد باتجاه بناء مستقبل بمستوى حضارة وإنسانية العراق؟ ومن يريد للعراق أن يكون دولة بحضارتها وإنسانيتها من جميع أركان العالم، نعاملكم كقادة لمستقبلكم ومستقبلنا. تقدر تحيي الناس. من الجميل أن لا نتاجر بقضايا، لكن ممكن أن نشترك بمفهوم دعم واحدنا للآخر بأي شكل كان. هم فعلا كانوا في حالة حساسة. نتعاون مع تقريبا 200 طفل وطفلة بهذه الحالة، لكن المهم عندي أنهم هم قدموا هذه المحاولة البسيطة بدون أي حواجز، لا إنسانية ولا نفسية، كونهم كانوا في يوم ما يتسولون في شوارع بغداد، وأنا سأطرحها، لن أكون خجولا من ذلك. أرجوكم وفق تصفيق لهم في الأخير. الفكرة ليست فكرة شخصية، وإنما كيف ممكن أن نتعاضد ونتعاون، لأنه بلدنا يحتاج ذلك، ولأنه الإنسانية جمعاء تحتاج ذلك. ممكن تكون قائد، ممكن تكون مقاد، ممكن تكون تجرم حق غيرك لا سمح الله، وممكن أن تمد يد العون لغيرك وتساعد غيرك وتدعم غيرك وتدعم نفسك أيضا من خلال دعمك لغيرك.
وممكن أن يجيك من دعمك لغيرك. بحبنا الأخوي إذا اعتقدنا أنه الفرد للكل والكل للفرد، وهناك حب أخوي ممكن أن نجتمع به جميعا باتجاه دعم، ارتقاء، تصفية النفوس والارتقاء ورفع شأن أي إنسان يحتاج إلى دعم، فنكون قد حققنا أهم استثمار إنسانيا وليس فقط محليا على مستوى العراق أو إقليميا على مستوى الشرق الأوسط، وإنما مفهوم الإنساني بكيفية تطوير حتى اقتصادنا وثقافتنا وبلدنا ومستقبلنا ومستقبل من يريد أن يتعامل مع عراقنا بهذا المفهوم، سيكون بهارمونية ما سيفعله هؤلاء الشباب عندما يكونون أول أوركسترا للأيتام في العراق. وعلى الأقل هناك حرفة ممكن أن يمارسوها أيضا، فيها ما فيها من اختلاط الثقافات والتواصل والاطلاع والحفاظ على كينونة التراث العراقي بحضارته وبرونقه، لكن أيضا احترام الثقافات الأخرى وتمييز الثقافات الأخرى والتواصل إنسانيا. أشكر قادتكم للمستقبل. تأسفون موطني. أسف. Ha ha ha.